يا حاد إيه عامل ايه يا حاج؟ الحمد لله والله يا حلو الحمد والله الحمد لله. انا زعلانه قوي يا حاج. ليه؟ على العمر اللي عدى ده. يا خيين يا خيين يا حاج هبه لسه هتكلم يا حاج هبه. العمر عدى ومش عارفين هنسيب الخير دي لمين، والدنيا اللي احنا فيها دي نسيبها لمين؟ انت مالك الدنيا كلها عليا والله. اه؟ انت مالك الدنيا كلها عليا. لا احنا بقالنا دلوقتي 20 سنه وجارتنا هي متجوزه معانا الحاجه زكيه ومعاها عيال بقالهم عيالها في كل كان زماننا عيالنا في كليه دلوقتي ويلا الحمد لله على ما جايب ربنا الحمد لله يا حاجه ما جايب ربنا كلها حلو يا حاجه هبه. نعم يا انا انت عندي بالدنيا كلها ولا عيال ولا حاجه. لا 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 مش زعل روحي مش تقول كده. انا مش زعلانه ولا انا زعلانه عليك انت اقسم بالله انت والله زعلانة عليك. مالية الدنيا كلها عليا. بدي اقول لك على حاجه بس مش تزعل مني. انا عايزه الجواز مش حرم، الجواز حلال مش حرام. ايه المفروض والراجل له اربع نسوان نشيله مره واحده يقعد عليها من غير خل؟ مره يا حاجه هبه انا مش هتجوز عليك. لا هتتجوز. لا جواز عليك اللي بدك تفكر اتجوز عليك اموت نفسي. لا بعد الشر عليك جواز عليك. ماني معك بعد. لا والله انا معك لا مش لا 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 لا. انا معك مش هسيب. لا الجواز حلال مش حرام. انا عايزه اجوزك عشان ربنا يكرمنا ويجيب لنا حته عيل ربنا وانت كده ويملى عنا البيت ويملى عنا المكان ويتوكل على الله. يعني انت حد يعني حد قاعد معاك وجيبك الحاج حسام عايز يتجوز عليكي؟ لا لا والله ما حد قال لي حاجه. طب حد قال لك عليها كلمه زعلتك؟ لا 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 ده انت حبيبي انت انت عمرك زعلتني ولا عمرك قلت حاجه؟ انا اللي فكرت. تزعليني ليه وتزعليني ليه؟ انا اللي فكرت. العمر عدى العمر عدى بقاله سنين وبقالنا 20 سنه هو يعني لو معنا عيال كان زمانهم في الكليات دلوقتي ويا دوبك تتجوز وتجيب لنا حته عيل. انا نفسي في حته عيل يا اخي يملى عليا البيت. انت مش عايز تجيب لي حته عيل؟ بس اللي طلب انا عايز اشوف عيل من صلب. ايه اللي طلب؟ اتفضل يا حبيبي. ان انت صغيت على الكلام بتاعي ده وعايزه تجوزيني حقيقي وتجامدي في الجواز بتاعي كده؟ اه انت هتجوزيني واقعد معاكي في البيت. انا هجوزك واجيب لك العروسه كمان على زوجي انا واقعد معاكي في البيت وتقعد معايا في البيت. اصل انا ما اقدرش اقعد في بيت تاني انا في حته وانت نايم بعيد. ليه وانا اقدر اسيبك؟ لان ناكل ونشرب مع بعض وناكل ونشرب مع بعض وكل وانت اللي هتنوميني وتجيب لنا حته عيل يملى عنا البيت. اذا طب انت هتصحيني ماشي مش هقدر انا يا حاج هبه انا بعيد عنك. خلاص يا حاج قول ماشي خلاص وافقت. توكل على الله انت شايف اعمل ايه؟ ماشي توكل على الله. ايوه مبسوط انت كده؟ اه مبسوط. اللي في راسك عملت ايه؟ بس هي مش بقت بيت حلال وسمعت كلام. مش انا منجيها لك اكيد هتبقى اللي جايباه اكيد هتبقى مش عايز اسمع نجاة. لا هتبقى مش عايز اسمع تقول زعلتها ومش زعلتني. لا لا تمام مش انا اللي مجوزك يا حاج. هقول ازاي بقى؟ انا جوزتك وهقول مزعلتني ولا مش زعلتني؟ الله ربنا يسترها من هنا ان شاء الله تبقى بنت حلال. ماشي هتاخد انت اي حاجه من هنا شويه وانا شويه كده شويه انا عايز في كلمتين كده ماشي. بص بقى يا فاطمه يا بنتي ايه يا حاج. طبعا انا كنت مانع قصه الجواز دي خالص عشان خاطر الحاج هبه. طبعا صمامه جت عروستك عندي واللي انت عايزه كله موجود عندي وهي اللي سبب فيك وفي الجيه بتاعتنا. احنا عايزين نعيش في عيشه رايقه ماشي ونعيش نحترم بعض وشيلي بركه للحاج والحاج هبه دي اعتبرها امكي اعتبرها اختك الكبيره تمام ومش عايز نجار. ده هي في عينيا يا حاج. والله وانت الكلمه الحلوه تقوليها والكلمه مش لازم لازم خالص تقوليها. ماشي يا حاج. تمام ماشي يا حاج. عشان نعيش والجو برايق والدنيا حلوه عشان بدنا نعيش. انا راجل من الصغيره اللي كده النسوان في بعضها ما بحبش كده النسوان. ربنا ما يجيب مشاكل يا كلمتها بك يا تدلك يا اسمك يا فاطمه. نعم يا فاطمه. نعم ماشي يا حاج. تمام ونعيش عيشه حلوه. حاضر يا حاج. ما تعملي كده نسوان تحط راسك براسها وهي تقول انت لسه عايله من دور عيالي وتعملوا كده نسوان انت وهي في البيت كده مش عايزه. لا يا حاج وانا مش قد نفرت في الشبشب بتاعها. ربنا ما يجيب مشاكل يا رب. سمعت قلت لك ايه؟ ماشي خلاص. على ما نعرف بقى شويه تعالي يلا. حاضر. ايه يا حاج هبه؟ ايه يلا. والله فاطمه ما مخلي في البيت اي تكسير حقيقي خالص. لا مش وصراحه مش اسمها لحس لا ولا كلام جديد معانا في البيت. والله انها عسل ده كفايه عامله علينا حس في البيت وقاعده معانا ماليه علينا البيت. انت عارف انا حبيبها ليه؟ لا. عشان انت اللي جايباها. ربنا يخليك يا حاج. والله يا حاج هبه هي ما مخليه ولا كلام جديد في خالص. يلا ربنا يهديها ربنا ويعمل عنها العيد يا رب. يا رب يا حاج
ازيك يا حاج؟ ازيك يا ست الكل عامله ايه؟ حلوه الحمد لله. ربنا يخليك يا عسل يا رب. انا عايزه اتطلق يا حاج. عايزه ايه؟ اتطلق. اشمعنى يا فاطمه يا بنت بتقول كلام كده؟ كده يا حاج وانت متجوزني ليه؟ يا بنتي الجواز سنه له اصول وتعمدت. احنا في يا حاج هبه؟ والله انت متجوزني يا حاج عشان اخلف. هو احنا تعبناك من 8 شهور اهو متجوزه وما فيش خلفه ولا في حاجه. انا كده شغاله هنا بخدم في البيت وادي بخدمك واخدم الحاج هبه وما فيش اي نتيجه للخدمه بتاعتي. يا بنتي انت قاعده معانا ومش مشكله. حاج زعلتي؟ حاج زعلتي في بيتنا هنا؟ لا مش حاج زعلتي بس انا زهقت من القعده والعيشه. انا مش عايزه اقعد هنا. طب الحاج هبه زعلتكي؟ لا مش زعلت. لا سديك اي كلمه زعلتك في اي حاجه؟ لا مش حاج زعلني بس انا عايزه اتطلق. يا بنت ارتاحي كده وسيبها على الله. لا يا حاج ويمكن ربنا سبحانه وتعالى يجود عليكي بالخلفه مش استعجالي مش تعيريني الخلفه بتاعتي تجرحيني. مش معنى كلامك يجرحني كده. الحاجه هبه مش قالت الكلمه دي ولا نوبه ولا قالت لي خلفه ولا قالت لي قالت الكلام ده. يعني يا حاج بقالي هنا 8 شهور. بقالي 20 سنه معايا. بقالي 8 شهور يا حاج ما فيش. يا بنت اصبر شويه يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجود عليكي. ان شاء الله يا بطه ان شاء الله هتخلف. والحمد لله احنا حلوين. مش استعجالي يا بنتي. قومي يا حاج. عشان مش خلفت مستعجل انا هاخد كده الوقت للدكتور. والنبي يا حاج هبه خدها خش بيها جوه كده وقولها انت ترضيها كده مش هتزعل. طب هناخدها واروح للدكتور دلوقتي. والنبي قومي ارضيها بس انت مش زعليها. استغفر الله العظيم اعمل ايه يا ولاد؟ لو دي اتطلقت ما عادش حد متجوزني ده. طب اعمل ايه؟ والوليه وصل مع جواز. طب اعمل انا ايه؟ مش وقت عارف. قلت فينا يا رب. يا حاج يا حاج يا حاج. ايوه يا حاج تعالي يا حاج يا ابني. الحاج نايم ولا انت نايم يا حاج؟ انا ما قمت وريحت شويه والله كان جالس اسمه وريحت ريحت شويه. مش احنا رحنا للدكتور ببطه. اه. والف مبروك يا حاج طلعت حامل. انت بتقولي يا حاج؟ والله طلعت حامل وهي مش عارفه حاجه ومش عارفه حاجه عن اي حاجه ورحت اكشف عليها بظروف اشوف فيها ايه. حاج يا حاج انت كده بتقولي ايه؟ والله حامل. والله حامل؟ والله طلعت حامل. اللهم صل على النبي. الف مبروك يا حاج علينا. الف شكرا لك يا رب. شفت يا بنتي استعجلت شين ازاي؟ قلت لك ايه دي؟ مستعجل. ايه دي يا فاطمه يا بنتي؟ ايه طب وانا هديك اللي انت عايزاه؟ محملك على الله. انا ما كنتش اعرف يا حاج. يا حاج انت كده شرفت الدنيا كلها ونورت الدنيا كلها قدام عيني. مش كده انا كنت تعبان نفسيا. نفسي في حته مش عايز ازعل الحاجه هبه وتاك اروح وزعلان. عشان ما ازعلش الحاجه هبه. وانتوا شوف انت والزمن علينا قولي الحمد لله كده ربنا رضانا بخلفه كده ربنا يديم لك الخلفه الصالحه. الحمد لله يا حاج. يعني انت مبسوطه يا حاج كده معانا؟ مبسوطه يا فاطمه؟ الحمد لله. مبسوطه يا حاج هبه؟ مبسوطه قوي. ربنا من عينك الفرحه من اللي هجيب عيال كده تملى عينها. يا رب يا رب. الحمد لله الحمد لله. النبي يا هبه قوم بقى خدي فاطمه اجي على السر جوه وشغلها تقوم من مكانها. حاضر يا حاج. لو عايزه الميه انا هقوم اسقيها الميه. لا هعمل لها كل حاجه مش هخليها تعمل حاجه. كل يوم فخه حلوه كده محشيها لها وحطها قدامها. حاضر. واكلها الحلو كله. من عيني. تفاح الامريكان دي هتغزلها كل يوم تفاح التفاح لها كل يوم. من على السرير مش هتتحرك خالص. والنبي ما تخلي فاطمه تعوز اي شيء عن شيء. ان شاء الله. اقوم خدها جوه على السرير سدها براحه كده جوه وسنديها. قومي يا فاطمه يا بنتي خش جوه ارتاحي جوه قومي. حاضر يا حاج. اوعي تقومي من مكانك. حاضر يا حاج. انا هخدمكي انا والحاج هبه معاك هتخدمكي. ماشي. كل اللي انت عايزاه انا اعمله لك يا بنتي. ماشي يا حاج. قومي يابا خش جوه خدها وخش جوه. حاضر. حاضر. يا رب الف حمد وشكر لك يا رب. يا رب مش كثافتنا يا رب. مين حبيب بابا؟ حبيبي حبيبي. ايه يا حاج هبه؟ ايوه شوف النون حلو ازاي؟ النبي عسل ربنا يخليها لنا مالي عنا الدنيا. الله مالي الدنيا كلها عليا. اه ده احنا لا انا حسيت رجعت وقتها 30 سنة ورا. ادي يا حبيبي ربنا يهديها ويخليها ويهدي امها كده يا رب. قول يا بابا كده ودانها قاعدة معانا لما تجيب الولد. قول يا بابا ده ولد ولا البنت كل ما نعمل ده حبيب بابا حصل يا ماما؟ تعالى بص يا بابا ها مين حبيب بابا؟ خلاص كده يا حاج. ايه يا حجوج؟ يعني كده لا مش هنبطل عيال. لا روح لماما هبه. روح لماما هبه. خديها يا ماما هبه خديها. يعني كده مهمتي انتهت يا حاج. مهمتي ايه يا حاج؟ انت جبت لك العيله اللي نفسك فيه وخلاص يا حاج. وانت بتخدمي سنه في الدراسه او تخدمي سنه في الدش. انا يا حاج مش خلصت. مرتاحه يا حاج. انا مش مرتاحه في البيت هنا. انا خلفت لك حته العيله وطلقني. يا بنتي فيه بالظبط؟ هو كده. يا بنت ربنا يهديكي. لا ابن البيت عليه. لا احنا مقصرين فيكي في ايه يا بابا؟ انا مش مرتاحه يا ولاد. مش مرتاحه ليه اللي مش مريح يحكي يا بنت؟ طب البيت الصغير دي فين؟ انت حد مقصر فيكي؟ خليه يحكوا ربوه. طب انت لسه بيت صغير. ما الحاج
بنتي هبه هتربيها. يعني انت سامع عن البيت؟ في واحده بتسيب بنتها وتمشي. سامع عن بنتي؟ هستغنى عنها. سامع عن طلاقي؟ اه عادي. شوفي شوفي الحاجه هبه عملت ايه؟ جوزتني عشان خاطر تجيب حته عيل تنبسط بيها، وربنا لسه بده يفتحها علينا ربنا ويهمنا البيت علينا عيال. انت بتقطعي رزق ليه؟ لا يا حاج انا كده مش مرتاحه يا حاج، سامحني طلقني وربوا البيت انت. يعني انت هتمضي على ورق ان انت مش هتعزي البيت خالص؟ اه امضي امضي. قومي يا بنت هاتي جامعات كده كل اللي هم عايزينه يحملوه وياخدوه. انا مش عايزه حاجه. لا حظ الله بما حاجتك ربنا. خدي حاجتك كلهتها شرع الله. بس عايز منك طلب وحط ورقه صغيره وتنزلي عن البيت عشان مش كل عايز البيت وعشان كل القصص دي. انا متنازله لك عنها من دلوقتي. احنا هنربي رزقنا على الله. اه ماشي. يا حاج. ايه يا حاج؟ شفت بنتنا؟ اللهم صل على النبي. ربنا ياسمين ربنا يحفظها وبقت عروسه. ربنا يحفظها. والحمد لله خشت الثانويه هي ثالثه ثانوي. ياسمين دي يعني جت لنا غدت روحي كتير. الحمد لله عروسه زي العسل. الحمد لله. حسيت اني متعه الدنيا. الحمد لله. لساعتها بتقول لي يابا كده ولا يا بابا بتخلي قلبي من جوه كده يبقى بقى بقى جنبك. شفت بقى رايك في شورتي بقى وكلامي الحلو ده. كان نفسي امها تثبت معايا وبعدين امها قاعد الله يسهل لها. الله يسهل لها بقى هنعمل فيها ايه؟ خدت نصيبها وخلص. اه الله يسهل لها. ربنا يسهل لها. مش عارفه يا حاج انا حاسه مش بتعب كده. مالك يا حاج؟ حاسه رجليا وجعاني كده بتنمل ومش قادره اقف عليهم ومش عارفه ليه. ألف سلام عليك يا حاج. قوم أوديكي لأحلى دكتور في العالم يشوف وجع رجليك إيه ولا فيك إيه. بس أنا عملت تحليلات الأول وأشوف بس عندي أنيميا ولا إيه. ألف 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 سلام عليك يا حاج. الله يسلمك. ده أنت يا حاج عندي أغلى من نور عيني. ربنا يخليك. ده أنت عندي أغلى من أشرف أخويا نفسه. ربنا يخليك يا حاج. قوم نكشف عليك يا حاج يلا. ولا تشوف لي في يوم في الأيام ضفر رجلك يصير وجعك. ماشي يا حاج. يلا يا حاج تعال. استغفر الله العظيم يا رب. مش عارف ايه اللي حصل بالظبط. استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا حاج اللي حصل ده؟ ايه يا حاج؟ والله ما تعرف اعمل ايه ولا اقول ايه ولا اسوي ايه. يعني تكلم اللي هو الدكتور ده شويه عارف. والله ما انا عارف. لا ساعة ما الدكتور قال لي الخبر ده انا حسيت شوية الشعر اللي في راس البيض السمر يعني مش عارف ازاي ده. قال لي زي اكون يعني سمعت حاجه ازاي بعد السنين والعمر ده كله مش عارف ايه اللي حصل. والدكتور يقول لنا كده مش عارف ايه اللي حصل بس انا مش مرتاح له. نروح لدكتور تاني. لدكتور تاني. لا اروح لواحد تاني يعني وتالت. انا مش بالطب مش عايز افرح نفسي ولا ازعل نفسي ولا اطبس نفسي. انا مش متاكد منها قوي لان خايف اصدق يحصل لي اي حاجه. لا لا بعد الشهر لا لازم اروح لدكتور تاني. لا دكتور تاني ونشوف الدنيا فيها ايه. بيقولوا في دكتور حلو تاني. نروح له ونعيد القصه من اول تاني. لازم اطمن. ماشي يا حاج. لا لا القصه مش مصدقها على ولا وانا مش مصدق. لا 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 مش مصدق قصدي خالص انا. وانا مش مصدق. هقوم اصلي العصر ونطلع على الدكتور. ماشي يا يلا. على مهلك هو على جنب مهلك تعالى تعالى ورايا كده والنبي ما يسال روحي على جنب مهلك تعالى. يا سبحانك انت لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. شوف السعاده والرزق يا اولاد. يا سبحانك تعالى يا حبيبي عندي اقعد على جنب المهلك. ايه يا عم الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه وايه الخبر اللي سمعته ده؟ انا عارفه يا حاج. ايه الخبر؟ الواحد يقول ايه بعد العمر ده بس صراحه انا حسيت النهارده كده جالي 50 سنه واحنا لا لا ما تقوليش 50 ولا تقولي 55. انت 55 سنه يا حاج مش يقولي 50 ولا تقولي 55. انا حاسس النهارده كده انت عينك النهارده 27 سنه. لا عندي 20 سنه. واقل من 20 سنه كمان. والله ايه الحلاوه دي؟ خبر ابيض. ايه الحلاوه دي؟ مش عارفه يعني والله يعني جالي زهول لما الدكتور قال زهول مين وبتاع مين وبتاع مين وبتاع مين؟ لان العمر ده كله لان بكره مش هتبع عيش بكره واوزع على وجه الله ان شاء الله واخلي الدنيا كلها تعرف انت حامل يا ست الكل يا ست. ربنا يدينا احمد كده يا رب ان شاء الله عشان سمي احمد وياسمين. يا عسل رضا من عند ربنا. مال الحلاوه دي؟ شوف الحلاوه دي كبير مش بنسى حد. حلاوتك كده والله يا ربنا كبير. لا لا الحلاوه دي حق. لا انت احلى يا حاج يا باشا. انت مش تجاملني يا حاج يا باشا. تبلغ الدنيا كلها ايه؟ استغفر بالك يا حاج علي الضمان. انت جسطانه بعد العمر ده كله بتجاملني. مش عمر مين مش عارفه ايه. لاني لسه متجوزك من 5 6 شهور. ربنا يخليك يا حاج ويطول في عمرك. ربنا يكرمنا ربنا يبارك فيك كده وتكبر. ربنا يخليك. ساعه ما الدكتور قال لي المدام حامل انا مش كنت عارف اجمع نفسي خالص.
يا دكتور اظن الدنيا مش ساعتك يا حاج. قال لي يا عم حسيت ان في فرحه كبيره. قال لي يا عم حاج لا ثلاث اشهر ونزل في نص الرابعه يا جا دكتور. يا دكتور بقول زي ما ذاك قال ده قال سبحان الله. شفت يا شيخ انت الساعد كله ربنا كبير مش بس انت يا ست هبه يا ست ام احمد كمان مش عشان هيك يا ست هبه خالص الناقص اسمك ايه الست ام احمد. ماشي يا ست ام احمد اللي يجيبه ربنا عسل. انت مش هتقوم من على السرير والله اللي يجيبه ربنا حلو. انت هتنام على السرير وانا هطبخ لك واغسل لك واغسل مواعيد واغسل الهدوم ووكلكي ما تجوش في مكانك. ليه عشان الصراحه انت الست العظيمه انت عظيمه يا ست الكل. الله يخليك يا حاج ربنا يخليك لنا يا رب. هقوم بقى اتوضى اغسل العشاء. ماشي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا شفتوا اللي معانا طبعا جواز الحاجه هبه قعدت معايا حوالي 20 سنه وصممت ان اتجوزني واني يعني اني كان داخل من جوه كان نفسي في عاد نفسي في اتنين بس طبعا ايه مش قادر اقولها اتجوز وهي غير عليها الدنيا كلها وصممت تتجوزني طبعا وجوزتني الهبله فاطمه خربت حته البنت وقالت راسي ولا سمعت قدامك يا بنتي. قالت لها انا عايزه ولد شباب وعايزه اتطلق. الام اديتها حاجتها بيرضي لها كل هيتها وطلقتها وتوكلت على الله وربيت البنت لما تخش في الثانويه ربت البنت بيرضي الله ربنا كرمها بالخلفه الصالحه وحبلت والحمد لله يعني ربنا كرمنا. وطبعا يا جماعه احب اقول كلمه رساله طبعا الواحد بس ما بيخلفش مش عيبه ما يتجوز واحده ثانيه مش عيبه ما يكشف مش عيبه ما يعمل اي حاجه يجيب العيل. العيل في البيت حلوه طبعا عزوه في البيت وانا طبعا مش بنقول كده واحد ما بيخلفش مثلا يطلق مرته او يقص عليها لا ما يعمل يرضي الله. طبعا البيت لازم يده عيل هم مسؤوليه الحياه والسؤال طبعا في الشير وفي الاشتراكات وفي اللايكات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.